دايما بيحصل مشاكل في البيت. انا عايشه انا وهي في البيت بس. انتي لوحدك ما عندكيش اخوات؟ لا ما عنديش. وبابا فين؟ بابا مسافر. بابا مسافر وانتي عايشه مع ماما لوحدكم؟ بتنيها دايما، عارفه انا بقيت اعيط دايما كده، مش لاقي حد يحبني. طب اقول لك حاجه يا سلمى. صلي على النبي يا سلمى. اقول لك حاجه يا سلمى، خليني بس، انت سلمى وانت على اسم سلمى بنتي، فانا فرحان قوي ان انت بتتصلي وفرحان ان انت مدركه ان سلمى مش احتمال ماما، مش احتمال ماما تكون كمان هي كمان محتاجه حد يطبطب عليها زي ما انت محتاجه حد يطبطب عليه. انا معاها دايما، بحبها وبسمع كلامها، بعمل معاها كل حاجه، بس هي دايما كانها كده بتحب تهزقني، مش عارفه ليه. سلمى انت قلت لها الكلام ده؟ دايما بتتنها كده عليا. لا انت قلت لها الكلام ده؟ اعوذ بالله، انت قلت لها الكلام ده يا سلمى؟ قلت لها يا ماما انا بحبك وبحب اسمع كلامك؟ ايوه. قلت لها قبل كده؟ ايوه. بترد تقول لك ايه؟ بترد تقول لي طيب. تاني يوم بتعمل خناقه، يعني بتتنها دايما تدعي عليها تقول ربنا ربنا ما يوفقكيش في حياتك، يا رب عربيه تفرمك. اعوذ بالله، مامتك بتقول كده؟ لا اله الا الله. بصي بصي هي ماما بتتفرج علينا دلوقتي؟ لا ماما مش عارفه، انا بكلمك حضرتك من وراها. طيب يا سلمى تابعينا تابعينا يا حبيبتي. هو ده بيبقى في الحقيقة الإنسان لازم يتعلم إزاي يتعامل مع ضغوطه. طبعا هي قاعدة لوحدها ما فيش الزوج، فهي عايزة تقوم بدور الزوج والزوجة، فاستجابت لضغوطها، فبتنفس ضغوطها دي في بنتها باعتبار إن بنتها مهما عملت في بنتها بنتها تستحمل. ما تعرفش إن بنتها دي كمان هي كمان محتاجة الصدر حنين. هي اتعاملت مع بنتها على ان بنتها كبيره ومفروض كانت هي تحن عليها وتحتضنها لان هما الاثنين قاعدين مع بعض، فعيني اتعاملت معاها لانها كبيره ونسيت ان هي طفله، نسيت ان هي 14 محتاجه 14 سنه برضه لسه صغيره. طبعا محتاجه اشياء كثيره جدا، اهمها ان هي تحتاج حد يقدرها ويحسسها بقيمتها ويحسسها باهميتها عشان ما تحسش ان هي، وخاصه ان هي وحيده، وخاصه ان السن ده كمان يا مولانا غصب عنه بيبالغ، يعني المشاعر عنده بتبقى مبالغه. مش طبعا لازم يبالغ، يعني قصدي انها استغفر الله العظيم يا رب بتكذب، انا قصدي ان هي بتبقى لو حبت بتحب قوي، لو زعلت بتزعل قوي، لو فرحت بتفرح قوي، يعني ده طبيعي، دي المرحله دي. ان السن بتاعها سن انطلاق، فاحنا نعم. فالمشاعر عندها غير مشروطه، فهي زعلها دلوقتي ده زعل قوي جدا جدا نعم. والخوف ان انا بسميه تجميد الحاله، ان تجمد الحاله دي وتعيش بيها بقيه حياتها. ولذلك انا نداء لام سلمى، لو سمحتي ارجوكي بسرعه بسرعه حضرتك يا سلمى، ينفع تتصلي بينا تاني وتدينا رقم تليفون ماما؟ اه دي كويس. او تخليها تتفرج علينا، دي فكره كويسه، ومش هنقول لها حاجه ما تخافيش، يعني خليها بس تكلمنا، خلينا نتواصل معاها جد. يعني حتى لو ما اتفرجتش على البرنامج خليها تبعت لنا، ابعت لنا اتصلي بينا دلوقتي وسيبي في الكنترول روم رقم تليفون ماما واحنا هنتواصل معاها.